السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة معانا مشكلة في تكييف شرب، العميل بيشتكي ان التبريد بتاعه ضعيف جدا وكمان بينزل مية من الوحدة الداخلية من هنا من الجزء ده اللي هو عند مروحة خروج التبريد، بتلاقي مية كتير جدا بعد 10 دقايق من تشغيل المكيف بتلاقي المية بتنزل. تعالوا نبص كده على الكويل بتاع التكييف ونشوف شكله عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده الكويل مسدود تماما بالأتربة والرواسب وحاجات كتير جدا على الكويل، وزي ما حضراتكم شايفين كده حتى الريشة بتاعة توزيع الهواء أو توزيع التبريد عليها برضو أتربة. الجهاز واضح جدا انه بقاله فترة كبيرة ما تنضفش خالص، فانا حتى بسأل العميل انت بتنضف الجهاز ده بايه؟ قال لي انا بنضفه بالبلور بتاع الهواء، وده طبعا يا جماعة ما ينفعش. الجهاز لازم يتغسل، لازم يتنظف كويس عشان يديك تبريد كويس وبكفاءة، وكمان عشان حوض الصرف ما يتسدش. وده اللي حصل مع العميل في التكييف بتاعه، ان الكويل بتاعه مسدود بالأتربة وده سبب ضعف التبريد، وكمان سبب خروج المية من الوحدة الداخلية او تنقيط الوحدة الداخلية ده بسبب حوض الصرف، ان هو مسدود برضو بسبب الأتربة والرواسب اللي في حوض الصرف. تمام، فتعالوا هنشوف ازاي نحل المشكلة دي ونعالج مشكلة كمان نزول المية من الوحدة الداخلية، وكمان نعالج مشكلة ضعف التبريد في فيديو النهاردة. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة. ويا ريت ما تبخلش علينا بدوس اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفاد. يلا بينا نشوف نحل المشكلة دي ازاي مع بعض. دلوقتي عشان نحل مشكلة التكييف اللي معانا دوت ويشتغل كويس والتبريد بتاعه يكون كويس وكمان ما ينزلش مية تاني من الوحدة الداخلية، يبقى لازم نغسل التكييف. نغسل التكييف بايه؟ بمكنة الغسيل زي ما حضراتكم شايفين كده. بص كده وركز في الفيديو، شوف اللون بتاع الكويل لما بضرب عليه المية لونه بيتغير، الرواسب كلها بتنزل، ده بسبب ضغط مكنة الغسيل. ما ينفعش ولا بلور ولا خرطوم ولا ازازه ولا اي الكلام ده كله هيقدر ينفع مع حل مشكله الجهاز اللي معانا ده. مكنه الغسيل دي يا جماعه ضغطها 100 بار، يعني ضغطها قوي جدا، ما تقدرش تحط ايدك قدام الميه، وده الحل الوحيد اللي ينفع مع التكييف اللي معانا ده. ممكن انت تستخدم البلور ده امتى؟ لما بعد كده تغسل التكييف ويكون تكييفك نظيف وكويس والمكثف بتاعه كويس، انت بس بتنفض الاتربه. لكن ضروري جدا ان انت تستخدم مكنه الغسيل في كل صيف، في اول بدايه الصيف قبل ما تشغل تكييفك تستخدم مكنه الغسيل، او تجيب فني لو انت ما عندكش طبعا مكنه الغسيل، بتجيب فني ينظف لك التكييف زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو انت عندك مكنه الغسيل شارحين فيديو بالتفصيل ازاي تقدر تغسل الوحده الداخليه والوحده الخارجيه بالطريقه الصحيحه عشان ما تبوظش تكييفك، وده السبب اللي خلى العميل ما يغسلش التكييف اصلا بالميه وكان خايف جدا من تنظيف التكييف بالميه. لكن هو طبعا التكييف لازم يتنظف بالميه وبمكنه غسيل، ولكن على ايد فني او حد يكون فاهم ازاي ينظف التكييف بالميه. ما ينفعش ان انا في اجزاء كتير جدا في التكييف ما ينفعش اجيب عليها ميه زي الكهرباء، وموضحين بالتفصيل في الفيديو اللي احنا قلنا لكم عليه شارحين فيه تنظيف الوحده الداخليه والوحده الخارجيه. انا في الفيديو ده مهمتي ان انا اوصل لكم معلومه حل مشكله تسريب الميه وضعف التبريد زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان في ناس ما بتصدقش ان التكييف لما ما بيتنضفش هو ده السبب، وفي اعطال كتير وفي اكواد كمان بتظهر على التكييفات بسبب قله التنظيف ده. زي ما حضراتكم شايفين كده بص الرواسب عامله ازاي كمان في الجزء بتاع المروحه اللي بيوزع لك التبريد او الريشه او الهوايات ايا كان المسمى بتاعها بالنسبه لك، كل دي رواسب طبعا بتنزل من التكييف لازم تنظفه كويس جدا. فعشان الناس اللي هتقولي طب ليه ما جبتش الوحده الخارجيه وانت بتنظفها، قلت لكم الفيديو موجود على القناه تقدر تستفاد بيه وهيكون الشرح بالتفصيل. وطبعا برضو لو انت عاوز تنظف الحوض نفسه من الداخل برضو في فيديو على القناه ازاي تفك حوض الصرف وتنظفه وتشيل منه اي رواسب.
لكن زي ما قلت في بداية الفيديو المكنة دي ضغطها 100 بار، فبتضغط المية داخل الحوض بتنزل كل الرواسب من خرطوم الصرف، يعني مش كل المية اللي انا بضربها في المكثف او الكويل دي بتنزل داخل البيت او داخل الشقة، لا طبعا الخرطوم بتاع الصرف بينزل مية كتير جدا وينزل كل الرواسب، وهو فعلا بيسلك حوض الصرف. طبعا انا بقعد عشان التكييف ده فيه رواسب كتير جدا، فبستنى شوية يصفي المية وبعد كده ببتدي انضف الكويل تاني زي ما حضراتكم شايفين، عشان لو في اي طينة او في اي رواسب او في اي اتربة تبتدي تنزل. وطبعا لازم لما تنضف الوحدة الداخلية تنضف الوحدة الخارجية، ما ينفعش تنضف الوحدة الداخلية بس وتسيب الوحدة الخارجية. بص زي ما حضراتكم شايفين كده، دي المية اللي نازلة من التكييف، بص عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي. وطبعا العميل عاوز التكييف يطلع له تبريد، فكويس جدا ان هو كان شغال اصلا. بص كده الرواسب اللي نازلة، كتر الرواسب طبعا دي كانت كلها في التكييف وفي الكويل وفي حوض الصرف. وبكده يكون زي ما حضراتكم شفتوا نظفنا التكييف. بعد كده بنركب الفلاتر بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده، وبننشف التكييف كويس جدا. ادي الكويل وادي شكل التكييف بعد التنظيف. الناس اللي هتقول لي اشغل التكييف امتى بعد الغسيل، عشان السؤال ده كان بيتكرر كتير جدا في التعليقات، انا بسيب التكييف بحوالي ساعه وببتدي انا اشغل التكييف، بس طبعا بنشف التكييف كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، مفيش اي مية على التكييف. بعد كده بشغل التكييف زي ما حضراتكم شايفين كده، التكييف هيشتغل بدون اي مشكلة وبدون اي ايرور وبدون اي اعطال. كده التكييف اشتغل زي ما حضراتكم شايفين بدون اي مشكلة. يا رب نكون قدرنا نوضح لكم حل المشكلة بخطوات سهلة وبسيطة، ويا ريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش الوقت عندي على القناة، هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية. ولو في عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله هحاول اتواصل معاك هحل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك. سلام.